صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح بداية أسبوع جديد مفعم بالحيوية والنشاط، خاصة للطلبة الجدد اللي بأول يوم دراسي لهم بالعام الجديد، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم إن شاء الله التعليمية. وصباح الخير عمار. صبحك الله بالخير يا عاشة، ويا مرحبا بك في بداية أسبوع. أنا الصراحة قالوا لي ما بكون موجودة اليوم. ليش؟ قالوا ليش مدرسة؟ بالنسبة للطلاب. أوكي بالنسبة للطلاب. بعد البرنامج. أكيد مستمعينا وأيضاً مشاهدينا صبح عليكم بالخير والسرور وأيضاً السعادة على كل من يتابعنا في هذه الحلقة، وينتظرون نرافقكم بهذه المواضيع المتميزة وأيضاً المتنوعة لهذا الصباح. وأكيد يا عمر بما أن يعني اليوم بداية عام دراسي جديد، فبتكون إن شاء الله فقراتنا مخصصة للطلاب للمدارس وغيرها. الحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين صباحنا لهذا الصباح. العلاقة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة، منتسبات سجايا وتجربتهم لمدينة شباب 2030، فريق السعادة يطلق مبادرة فرحتوني بجامعة الشرقة. مشاهدينا طبعا كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم بعد ما عرفناها، بناخذكم الحين في جولة لبعض الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية وأكيد دولتنا الحبيبة. أول أو أخباري كلها اليوم من صحيفة الخليج. أول خبر عندي رفع طاقة مصنع الثلج في كلباء إلى 28 طنا يوميا. ثمن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال في الشارقة الرعاية اللامحدودة اللي يليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقطاع الصيد والعاملين به في المدينة، أثناء إعلانه عن الانتهاء من تطوير مصنع الثلج الذي يقع عند ميناء الصيد بخور كلباء، ورفع طاقته الإنتاجية إلى 28 طنا يوميا بتكلفة 820 ألف درهم. وأشار إلى أن حكومة الشارقة تسعى دائما إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بما يتلائم مع المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الصيادين، وخاصة أن هنالك أكيد زيادة متسارعة بالنسبة لمهنة الصيد، وأكيد هنالك بتكون إن شاء الله في تسهيلات دائمة خاصة بالصيد والصيادين. طبعا نقدر نقول هذه من الأمور التطويرية أو تطوير بنية تحتية لإمارة الشارقة. صحيح عاشة، دائما نحن مثل ما نشوف المشاريع التطويرية في إمارة الشارقة وأيضا المناطق التابعة لإمارة الشارقة دائما في تطوير من مشاريع تهم الأسرة الإماراتية في هذه المنطقة وأيضا لتحسين حياتهم إلى الأفضل، وأيضا دائما نشوف تطوير في المجالات التي تهم المواطن من إن كانوا صيادين أو حتى مزارعين أو أي مجال مختلف في المنطقة الشرقية. لا تنسى أن حاكم الشارقة جزاه الله خير دائما يلبي احتياجات المناطق بما يتناسب مع طبيعتها، يعني مثل ما نعرف أن المنطقة الشرقية دائما يركزون أو معظم تقريبا تركيزهم على مهنة الصيد، فأكيد هنالك ولله الحمد توفير تسهيلات خاصة بمهنة الصيد والصيادين. ما شاء الله أنت بعد عندك معلومات عاشة في البحر، وكنت تذكرين العومة من الصيد. العومة ما أكلها مذمومة. ها بالنسبة لمجدي يعني. نعم. أما خبرنا الثاني مشاهدين أيضا من الصحيفة نفسها، شؤون الضواحي تنظم دورات توعوية للوقاية من الحرائق المنزلية. نظمت دائرة الضواحي أو شؤون الضواحي والقرى بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة سلسلة من دورات التوعية من الحرائق المنزلية. طبعا هذه مشاهدينا الدورات موجهة للسيدات وربات المنازل، وتم تنظيمها في مجالس الضواحي أو الضواحي مغيدر وواسط ومويلح. طبعا نقدر نقول تنشر التوعية لدى الأسر من مخاطر الحرائق وكيفية التصرف في حال وجود حوادث مثل الحرائق لا سمح الله. هني عاشا سلط الضوء نحن على عنوان جدا مهم، يعني بغض النظر عن تعليم السيدات، ولكن نحن في هذا الموضوع بالذات وأيضا أدوات الإطفاء أو خلنا نقول الطفايات الحريق، يعني نحن نواجه مشكلة في هذا الموضوع. طريقة الاستخدام، طريقة التخزين، طريقة أيضا خلنا نقول التشيك على هذه الطفايات إن كانت صالحة بعد هذه المدة الزمنية أم لا. يعني نحن لما نلتزم بأن نحن نوفر طفايات في بيوتنا أيضا نهملها في أماكن، إذا صار حريق نحن وين نحط طفاياتنا؟ نعم في المستودع.
صحيح. في المستودع طيب أنا لما يكون عندي حريق لا سمح الله في البيت، أنا ما راح يمديني إني أروح للمستودع بكل بساطة يقول لك والله تشوه منظر البيت. صحيح. يا جماعة الخير نحن ممكن نحطها في مكان مناسب، نحط لها بوكس أيضا جميل ما يخرب من شكل البيت، ويكون بعيد بمتناول الشخص اللي لا سمح الله راح يكون موجود أثناء وقوع هذا الحريق. وهذا أكيد مثل ما ذكرت عمر، يعني أتمنى المشاهدين أخذ مثل هذه النصائح بعين الاعتبار، تحتاج إلى توعية من قبل بعض الأشخاص المعنيين وغيره. فمثل هذه الدورات ترفع جاهزية نقدر نقول المجتمع. صحيح. لتجنب مثل هذه الحوادث أو الحرائق لا سمح الله. فعلا. نعم. أكيد. هذه كانت أخباري. أكيد عاشا. وأيضا مشاهدينا ننتقل إلى أخبارنا بصحيفة الإمارات، واليوم أخباري كلها انتقلنا من صحيفة الخليج إلى الإمارات. وأول عنوان عندنا: شرطة الشارقة تحدد سرعة ضبط الرادارات في كلباء. طبعا في تفاصيل هذا العنوان مشاهدينا، حددت شرطة الشارقة السرعات وضبط أجهزة الرادار على طريق مدينة كلباء بما فيها طريق وادي الحلو وأيضا بعض المناطق، وأيضا الرابط ما بين شارع مليحة والطريق الدائري الجديد الذي افتتح أخيرا، وأيضا حيث تبلغ سرعة ضبط الرادار 101 كيلومتر في الساعة بما يتوافق مع النظام المروري الموحد. وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الشارقة وأيضا في منطقة الشرقية المقدم عبدالله اليماحي أن تحديد سرعة ضبط الرادار يأتي ضمن الخطة الشاملة للسلامة التي تهدف إلى ضبط أمن الطرق وتحسين مستويات السلامة المرورية في الإمارة ومن خلال خفض نسبة الحوادث المرورية. لذلك أنا مستمعين ومشاهدين أيضا نحن نحاولنا نعرف السرعات الموجودة على الطرق المحددة اللي نحن نرتادها بشكل يومي. صحيح. فبالتالي مثل ما ذكرنا تم تحديد السرعة بمئة وواحد، يعني نحن نشوف اللوحات اللي موجودة في الطرق 80. هي 80 ولكن في هامش للسرعة اللي هو 20%. نعم. هذا الهامش نحن نقدر ما نتعداه بالسرعة غير طبعا المرغوبة في هذه الطرق، فبالتالي نتمنى السلامة للجميع في هذه الطرق. جميل. اما انتقالنا للخبر التالي عشا، طبعا الرادارات زين حقك يقولون تبي رادارات وايد. لا انت على الشارع الجديد كم كنت تسوق؟ انا الشارع الجديد والله طفت على الرادار، انا ما اعرف السرعه. عبالي انا اللي اعرف ان الرادار شارع جديد وما في رادار. شارع جديد فكنت اعرف انه بعده يعني ما بو مشغال. لا شغال ف... رادار. الحمد لله على كل حال. خلاص من اليوم رايح عمر ما تتعدى ال 100، يعني ال 101 خلاص ما تعدى 80 اي 100. أكيد مشاهدينا. أما انتقالنا للخبر التالي: الشارقة للكتاب مشاركة فاعلة في معرضي موسكو وأندونيسيا. أما في تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا، شاركت هيئة الشارقة للكتاب في معرضي موسكو وأندونيسيا للكتاب اللذين تختتم فعالياتهما اليوم لتنجح في مد الجسور وأيضا التواصل وتطوير التعاون مع عدد كبير من الناشرين والمثقفين في المنطقة الجغرافية الممتدة بين شمال أوراسيا وجنوب شرق آسيا. ونجحت الهيئة خلال مشاركاتها في الدورة 30 في معرض موسكو الدولي للكتاب الذي جذب هذا العام أكثر من 600 ناشر وأيضا أكثر من 40 دولة حول العالم في إبراز الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في طبعا دولة الإمارات لتطوير قطاع النشر على مستوى الدول وأيضا العالم من خلال تنظيم هذه المعارض وهذه المؤتمرات وما تقدمه من خدمات وتسهيلات أيضا لجميع الناشرين الراغبين في التواجد بأسواق المنطقة. لذلك الاهتمام الكبير من إمارة الشارقة وأيضا المشاركة وحرصهم على نقل واستيراد بعض الخبرات من الناشرين في معرضي موسكو وأندونيسيا للكتاب، هنا نرى اهتمام كبير وأيضا يجب أن نستغل هذه الفرص. صحيح. لتنمية مهاراتنا، لاكتساب ثقافة أخرى، لاكتساب أيضا بعض التقنيات في النشر من كل المشاركين في هذا المعرض. لذلك عاش نحن لازم في هذه الأخبار يمكن اللي تشد الناشرين وأيضا الكتاب على مستوى خاص وأيضا أيضا بالأسر على مستوى عام، نحن لازم نواكب هذه التغيرات وأيضا بتوجيهات إمارة الشارقة ودولة الإمارات بأن نحن نهتم بهذه الثقافة بقدر ما نستطيع وأيضا أن نشارك ونحط
بصمتنا كإماراتيين في هذه المعارض. يعني الحلو أن هيئة الشارقة للكتاب لم تقتصر فعاليتها في إمارة الشارقة أو دولة الإمارات يعني بالأخص، بل ولله الحمد تدعم الكتب والناشرين أيضا على مستوى العالم مثل ما ذكرنا، هنالك في عدة دول أيضا في عدة أماكن. أكيد. فمشكورين على مثل هذه المبادرات. أكيد. وفي هذا الخبر أنا أكون اختتمت أخباري في صحيفة الإمارات يا عاشا. نعم، بعد ما عرفنا الأخبار المحلية نروح مشاهدينا نشوف درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. رجعنا لكم مشاهدين بعد هذا الفاصل. يعني شاهدنا أو نشهد انخفاض في درجات الحرارة في المنطقة الشرقية عمر، يعني صحيح. تقريبا من أسبوع ولله الحمد فترة العصرانية خلاص تبدأ الأمطار بالهطول والجو فعلا. يكون جدا رائع فعلا. وأيضا في الأيام السابقة نحن شاهدنا هطول أمطار غزيرة صحيح. في بعض المناطق والبرد في فعلا في دولة الإمارات وأيضا في المنطقة الشرقية. جميل. أما انتقالنا عاشا إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم. اليوم طبعا بما أن أول يوم دراسي للطلبة في هذا العام، أكيد راح نأخذ هذا الشعور وهذه الأجواء الجميلة اللي نحن كنا نعيشها في السابق ويعيشونها الآن أبنائنا وأيضا الطلبة اللي حاليا يستكملون دراساتهم في المراحل المختلفة الدراسية. اليوم بسألك أنا عاشا، يعني خلينا نسترجع شوي ذكريات. يلا. شعورك في أول يوم دراسي في السنة سابقا كيف كان؟ شوف شعوري قبل اليوم الدراسي هو أكيد مستانسة وفرحانة أن عندي أغراض جديدة وغيرها. ممكن أول يوم دراسي يعني أستانس لأني أروح مثلا مع أغراض جديدة ومشتريات جديدة، لكن بعد أول يوم دراسي أحس لا، يعني بعد أول يوم خلاص لما أي عادة، خاصة لما أكون مثلا سهرانة ورايحة المدرسة وأنا سهرانة وأي أنام خلاص أحس أنه يا الله بتي يعني بتستمر هذه العادة مثلا طول السنة ولخبطة النوم وغيره. صح. فأكيد ما أدري، يعني أنا ما أتمنى المشاهدين وخاصة مثلا الطلاب مثلا عشان ما تنتابهم هذه موجة الحزن. صحيح. لا، نحن أكيد نتمنى لهم التوفيق ويشدون حيلهم لأن فترة الدراسة من أجمل المراحل الدراسية وأكيد من أجمل مراحل العمر. أكيد محمود عنده شعور آخر. عمر أنت شو شعورك؟ أنا الشعور الوحيد اللي ما أنساه أو من الذكريات الجميلة اللي لا زالت راسخة في الذهن هو أن فقط في أول يوم كنا نستيقظ أو نش بنشاط ومستانسين ورايحين المدرسة لسبب لأن كنا عارفين أول يوم نحب نستلم كتبنا وما بندرس. انزين، عندنا 7 حصص فاضيين. نحن تقريبا كنا نستلم الكتب في الفسحة يعني بعد الحصة الثالثة. بعد الحصة الثالثة فكنا نستمتع في هذه الأجواء، بعدها انسي موضوعك. نعم. طبعا نحن كنا كشباب في المرحلة الثانوية أو حتى الإعدادية كنا نشيل شيء واحد معنا وكنا خفيفين هو السير. السير صحيح. السير بس الحين يشلون السير لحد الحين أعتقد السير موجود. يعني هذا السير عادات وتقاليد يعني فأكيد ما تحسون فرحة المشتريات مثلنا نحن، وحتى مثلا بخصوص المقلم والقلم أحس أنه يعني ما يتفننون الأولاد بالمقالم أو القلامة وغيرها، يعني قلم رصاص ممكن وقلم جاف وخلاص. نحن تقريبا كان عندنا منقود الواحد يشيل المقلمة هو قلم واحد في جيبك
فعشان انتوا تستانسون كأول يوم دراسي عشان الا مثلا الكتب، لا نحن نستانس عشان الأغراض او القرطاسية اللي شالينها يعني. صح. هو يوم واحد وخلاص بعد الفرحة تزول. اي والله يعني يمكن احنا كشباب اجوانا تختلف على البنات، يمكن نحن نجلس نسولف نضارب بعضنا بمزح شوي، اما انتوا البنات يمكن اجواكم تختلف، تحسون ببعض او لا في الطفولة ما كانت شيء، شوي يمكن تكون اقل ايام. انا احس هذا من الطفولة يكبر معاكم، ممكن عمر ما تكون مثل نفس الحين لما خلاص البنت تكبر وغيره، في المدرسة شوي امورهم غير يعني، بعدهم فيهم براءة، لكن هاي البراءة شوي 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 تختفي يبدون يحشون. اتمنى هذه البراءة ترجع دوم. اي والله نعم. فعلا اكيد مشاهدينا نحن مع موضوع حلقتنا اليوم، وايضا مستكملين معاكم كل الجولة الصباحية لهذا اليوم وايضا فقراتنا المنوعة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.